كابتن إكرامي كان صاحب ثبت البطل. آه. كابتن ثابت البطل كان صاحب الكابتن احمد شوبير. بس انا كنت بشوف الشناوي صاحب شريف اكرامي. استنى بعد اذنك بس. كابتن ايمن طاهر هنوصل للسؤال اللي انت عايزه والله. ماشي ماشي. كابتن ايمن طاهر كان صاحب الكابتن عادل المأمور. خلصنا. اه. مصطفى كمال كان صاحب عصام الحضري. اه. كان مصطفى كمال صاحب طارق سليمان. نادر السيد. عبد الواحد السيد كان صاحب نادر السيد. بس مش شرط يكونوا اصحاب. لا الحضري كان صاحب نادر السيد. اصحاب فيك تلاقي فيه اسامي كتيرة. دلوقتي مش عارف مين صاحب مين. اه الحضري بعت. اه شناوي صاحب شريف اكرام. المجال ده اه حراسه المرمى بالذات هي هو مركز الا ان كان مركز حساس. اه لعيبه الكوره هو حارس مرمى الواحد اللي بيلعب. اما الملعب فيه 10 لعيبه ممكن يتغير اي لاعب ويلعب. ممكن يلعب في كذا مركز. وممكن يلعب كذا مركز وممكن تغير ثلاث لعيبه. اه اما حارس المرمى بيتغير في حاله واحده. بطوله زي كاس او اصابه او ايقاف. صح ولا مش صح؟ هو مش لازم ان انا اطلع اعرفك ان انا صاحب محمد عبد المنصف. مش ان انا صاحب محمد عبد المنصف صاحبه ولا مش صاحبه، محمد عبد المنصف ما هو صاحبي. بس ساعة ما هنزل الملعب ولا هعرف عبد المنصف ولا هعرف محمد. يعني عبد المنصف الوحيد اللي صاحبك في حراسة المرمى؟ ما انا بكلمك الوحيد؟ ما انا بقول لك على محل انا بكلمك اهو. شريف صاحبي. شناوي صاحبي. بيعجبوك كجول كيبر؟ ثانية يا ست الله يهديكي بقى. بيعجبوك؟ الله يهديكي بقى. استنى رزانة. بس هنزل الملعب هكسر لا هكسر عضمه. ما علينا ده مش موضوع. ما هو انا بس عارف ايه المهيب؟ لان المنافسة حاجة واحنا قعدنا بره حاجة. ايوه. معايا؟ انا النهاردة قعدت للمهيب ومهيب صاحبي هبقى انا برضو مش زعلان ان انا قاعد للمهيب وهو مهيب صاحبي؟ لا طبعا. اكيد زعلان. طبعا. اكيد زعلان. انا فاهمه. اكيد زعلان. ما بيعجبه حدا من لعيبه الكوره. لا لا هو بص حضري انا بتمنى ان كل لعيبه تبقى زيه. ليه؟ لانه عايز يلعب. انا عايز عايز يكسب. اما انا اقعد لمهيب دي مش موجوده. هقعد لمهيب وانا وهو مهيب صاحبي وبعدين اي بس بيتزعل منك ناس كتير يا حضري. في ناس كتير بيزعلوا منك. ما قلت اسالك سؤال انت حتى لو بيزعل بيزعل عشان ايه؟ بيزعل عشان ايه؟